جاهزين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد اجتماع قبل قليل بين السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام والإخوة رؤساء تحرير الصحف ومراسلي القنوات. تناول الاجتماع كما تعلمون زيارة السيد الرئيس والقائد العام إلى يوغندا ومقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي. أما اللقاء في مخرجاته لتحقيق مصالح السودان العليا، هذا ما ذكره السيد رئيس المجلس الانتقالي القائد العام، أن هذا اللقاء كانت دواعيه وكانت كل حقائقه ومحادثاته تنصب في المصلحة العليا للسودان، الاعتبار المصلحة المشتركة لا غير، مع تثبيت ثوابت السودان تجاه القضية الفلسطينية. وأكد أن دواعي هذا اللقاء هو المحك الآن الذي يوجد فيه السودان. السودان الآن يمر بمحك كبير جدا، ضغط اقتصادي، وضع يحتاج فعلا لقرارات جريئة ترفع من الواقع الآن، الواقع على الشعب السوداني في حياته ومعاشه، قرارات جريئة تحول سياسة السودان الداخلية والخارجية حتى يكون السودان رغم في العالم ويعود إلى ريادته في الواقع والعالم العربي وفي علاقاته الدولية كما كان سابقا. وأكد في هذا اللقاء أنه علينا بذل قصارى جهدنا جميعا، كل قطاعات الشعب السوداني بما فيها الدولة بكافة مكوناتها السيادية والتنفيذية، أن تصب الجهود في ما يحقق طموحات الثورة السودانية والشعب السوداني ويرفع عن كاهله المعاناة. لذلك كانت هذه الخطوة من السيد رئيس مجلس السيادة. وقد حي في هذا اللقاء تأكيدا لما يذكره دائما في حديثه عن الشباب، وبأنهم هم مكون أساسي ورافد أساسي لرفعة هذه البلاد، هي كل أدوارهم التي يقومون بها الآن خلال الفترة الانتقالية وما قادوه من حراك حتى تحول الوضع في السودان لما يرضي طموحات الشعب السوداني. أمن في هذا اللقاء على أن كل العسكريين لا طموح لهم في الاستمرار في الحكم، وقد أكد في على ذلك في كثير من تصريحاته وأكد عليه اليوم، وأن هم العسكريين الآن في السلطة هو تسليمها بموجب متفق عليه الوثيقة الدستورية الوثيقة السياسية للشعب مع بقية المكونات السياسية الأخرى المشتركة في الحكومة الآن انتقالية، بتحقيق أهداف الفترة الانتقالية والوصول إلى المؤتمر الدستوري والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب. وأمن على أن الدواعي التي جعلت اللقاء يتم في يوغندا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هي الإحساس بالمصلحة الوطنية العليا وما يواجهها السودان من أخطار دولية تحتاج فعلا لهذه الخطوة الجريئة.
أيضا وجه أو عبر عن إحساسه بأن السلطة الرابعة صحافة لها دور كبير جدا في توعية المجتمع وترغية إحساسه بالأجندة الوطنية والعمل من أجل المصالح الوطنية والمصلحة العليا للسودان، وحس كل الجهات المعنية بما فيها جهات سياسية والشعبية والمجتمع المدني للعمل من أجل السودان ومن أجل رفعة الوطن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.